ما الدور الذي يمكن أن يضطلع به مسلمو الغرب في دعم غزة خصوصاً وفلسطين عموماً؟ كيف أثرت الحرب على غزة في تصور الغربيين عن الإسلام والمسلمين؟ أي وظيفة يمكن أن يؤديها المسلمون الجدد في مواجهة حرب الإبادة على غزة؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان مسلمو الغرب ودعم غزة.